من يجيب أو يستمع لحقه المكلوم؟ على جهاز قوقعة الأذن الذي يساعده بمشكلة ضعف السمع يمنحه صوتا واضحا نحو مستقبل أفضل، لكنها قرارات فوجئ بها الطالب محمد ووالده علي عباس عند منعه من ارتداء سماعة الأذن خلال تقديم الامتحان. تفاجأت بمدير القاعة قال لي لازم ينزع السماعة مالته يلا يدخل للامتحان، فقلت له هذا مو سماعتي هذه، هذا زرع قوقعة عنده وهذا قوقعة الكترونية والدكتور قايل ما ينزع إلا من ينام يعني تنزعوا لي، فامتنع وما قبل، قال لي روح جيب لي موافقة يلا خليه يدخل بالقوقعة مالته. شريحة ضعاف السمع خصوصا وذوي الاحتياجات الخاصة عموما لا تلقى أي اهتمام كما يؤكد والد محمد، وقد يرقى الأمر لإلقائها في سلة التهميش. رجعت عليه فقلت له قال والله بعدنا ما مجتمعين حتى ناخذ بيه قرار، يجتمعون حتى ياخذ بيه قرار يدخل بقوقعة مالته اللي هذه من أبسط حقوقه هذه. فقلت له انطيني الطلب، ما يحتاج الطلب، كان ذاب بكارتونة بسلة مهملات نسميه احنا، كارتونة بأوراق عادية، وطانية ورجعت عليها قدمت شكوى بمفوضية حقوق الإنسان مناشدة، وكتابهم موجود ويا تقارير مالته كلها مذبوبة بسلة المهملات. يدق ذو الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أبواب منظمات إنسانية لحل مشكلة عنوانها الحرمان والقسوة على ظروف طلبة تؤكد الدولة حقهم في العلم والتعلم. كل التعليمات الامتحانية لا يجب أن تعارض الحالات الإنسانية الموجودة في المجتمع، هناك حالات كثيرة يعاني منها المجتمع، هناك أشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب من المواطنين الاعتيادين، يجب أن يراعى ظروفهم ويجب أن تتخذ الدوائر التنفيذية التدابير اللازمة لحمايتهم واحترام هذه الحالات. لكنها قرارات أقرب ما تكون إلى مزاجية موظف عن غيره بين محافظة وأخرى.